بطوله في تاريخك كلاعب في الاسماعيلي. الاثنين الاثنين كاس مصر. الاثنين كاس مصر. بدايه الفوز ده لمين يا كابتن هاني؟ الشعب الاسماعيلي العظيم اللي هو واقف ورانا في كل مكان ولحد النهائي ومجلس اداره وكابتن مصر واللعيبه. فدي لكل واحد بيحب نادي الاسماعيلي. اول تليفون جالك دلوقتي بعد المباراه ما انتهت من مين ومين قال لك مبروك؟ مراتي. قالت لي مبروك والاسماعيليه مولعه مستنياك.